يا اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه مره تانية. طبعا يعني مش محتاجين نتكلم على اهميه البطوله، ومش محتاجين نتكلم على اهميه الاستعداد لبطوله بحجم كاس العالم للانديه. والدليل على ده هو اهتمام اكبر انديه العالم وبطل اوروبا طبعا بايرن ميونخ بالاستعداد والظهور بشكل قوي ومؤثر في البطوله والمنافسه على لقبها. بالتاكيد ده شيء طبيعي وامر مفروغ منه. هيكون معانا مارتن فولكمر الصحفي بشبكه سبوكس الالمانيه عشان نعرف اخبار استعدادات بايرن ميونخ للمشاركه في مونديال العالم للانديه. مساء الخير واهلا بيك طبعا بدايه على شاشه الاهلي. تحياتي، مرحبا لكم، اهلا وسهلا، سعيد بوجودي معكم في قناه الاهلي. طيب خليني في البداية أعرف إزاي بتشوفوا يعني أهمية مشاركة البايرن حامل لقب طبعا دوري أبطال أوروبا في البطولة، وإيه هي أهم ملامح استعداد البطل الألماني للمشاركة في مونديال الأندية؟ من وجهة نظري فترة الاستعداد للبطولة لم تكن أو لم تستغل الوقت الكافي، لأن بايرن ميونخ قد كان مشغولا بمباريات عديدة في البوندسليغا وكأس ألمانيا في الفترة الأخيرة بعد العودة إلى البوندسليغا بعد الشامبيونز ليج. من وجهة نظري فترة الاستعداد لم تكن كافية بعض الشيء من ناحية الوقت، ولكن كأس العالم للأندية هو حدث خاص، حدث مهم جدا، بطولة عالم، فهي بطولة عالم بما تحمله من أهمية كبرى، فبالتالي هو حدث مهم ومشاركة مهمة لبطل أوروبا بايرن ميونخ. طيب أسمع برضو توقعاتك ورأيك في مباراة الافتتاح للبطولة اللي هتشهد مواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا مع الدحيل صاحب الأرض والضيافة، وبالتأكيد طبعا الفائز منهم هيكون في مواجهة بايرن ميونخ في دور قبل النهائي. رؤيتك للمباراة وتوقعاتك للمتأهل منها. من وجهة نظري ومن الصعوبة تحديد الفائز في هذا اللقاء، فهو حدث ولقاء مهم بين الدحيل القطري والأهلي المصري بطل أفريقيا. أعتقد الأهلي فريق بالطبع هو فريق قوي وشارك في عديد من البطولات وله الخبرات الكثيرة من تحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل مواجهة بايرن ميونخ في السيمي فاينل، فأعتقد لديه فرص أكبر من وجهة نظري للفريق المصري بطل أفريقيا. مشاركة بايرن في البطولة بتأتي يعني كامل العدد، هل بيعاني بايرن من نقص في الصفوف نتيجة غيابات أو إصابات ما، ولا هيشارك البايرن بكامل نجومه؟ بالتأكيد لابد عليهم من المشاركة، شيء مفروغ منه، ولكن كما ذكرت حضرتك يعاني الفريق البافاري بعض الشيء من بعض الغيابات. كما نعلم أن جوريتسكا ومارتينز أصيبوا وأعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا. بالطبع بالتأكيد هذه الغيابات قد تؤثر على البايرن ميونخ، ولكن عليه من المشاركة في البطولة. ولكن كما لابد من القول أن هدف بايرن ميونخ هو تحقيق السداسية كما فعل برشلونة في 2009 من قبل، فهذا هو هدفه رغم كل الإصابات والغيابات. على مستوى الجماهير يعني أعلم تماما أنه دوري أبطال أوروبا يمكن يكون هو البطولة أو هي البطولة الأهم على مستوى القارة الأوروبية، ويمكن في العالم يمكن تكون البطولة الأهم بعد كأس العالم، لكن على مستوى بطولة كأس العالم للأندية هل البطولة بتحظى بنفس الاهتمام من جماهير بايرن ميونخ؟ هل بتحظى بنفس المستوى من الاهتمام من وسائل الإعلام في ألمانيا؟ بالتأكيد إنها بطولة هامة وهو حدث خاص يتابعه الألمان وخصوصا جمهور الفريق البافاري، وأعتقد أن وجود بايرن ميونخ في السيمي فاينل في حد ذاته هو أمر مهم للجمهور، للفانس المتابعي بايرن ميونخ ليس فقط في ألمانيا ولكن في العالم كله. أعتقد
أعتقد أنها تحظى بأهمية بالغة من جمهور بايرن ميونخ ومن الألمان عموما في متابعة هذه البطولة ومتابعة بالتأكيد فريق بايرن ميونخ من أجل تحقيق اللقب. مارتن فولكمر طبعا أكيد تعرف أنه البايرن بيتمتع بشعبية كبيرة هنا في مصر، وفي متابعة دايما مستمرة بصرف النظر حتى عن مشاركته في دوري في بطولة مونديال العالم، لكن الحقيقة بنتابع ماتشاته في الدوري الألماني وفي دوري أبطال أوروبا. لكن من الملاحظ ان كان في تذبذب في المستوى في الفترة الأخيرة، كان في تباين في النتائج، شفنا مفاجأة بخسارة البايرن امام اعتقد هولشتاين، ثم استعادته للروح والمكسب في الدوري الألماني في اكثر مباراة. هل تتوقع انه حالة عدم الاستقرار انجاز تعبير او التذبذب دي من ممكن تأثر عليه في مشاركته في المونديال؟ أعتقد كما ذكرت حضرتك أن بايرن ميونخ ليس على كامل الاستعداد فعلا، بالتأكيد حظى على بعض الخسائر في البوندسليغا والأداء ليس على ما يرام، لابد عليهم من العمل والكفاح من أجل العودة إلى مكانهم الطبيعي، أقصد العودة فنيا في الملعب للسيطرة ووجود الكيمياء ما بين اللعيبة، ولكن ومع ذلك ورغم ذلك ورغم كل الإصابات والتراجع الفني بايرن ميونخ ما زال على قمة الجدول جدول الدوري. طيب مهم كمان استغل وجودك معايا واكلمك عن تجربة توماس توخيل الجديدة في تشيلسي الانجليزي، والحقيقه كتير من الناس بتتوقع انها من الممكن انها تكون استنساخ لتجربه يورجن كلوب مع ليفربول. هل تتفق مع الراي ده، وهل ترى انه عنده امكانيه انه يعوض اخفاقه نوعا ما مع بي اس جي ويقدر يحقق نجاح كبير مع تشيلسي ولا لا؟ نحن جميعا في المانيا في ألمانيا كجمهور وصحفيين نتابع بشغف توماس توخيل ونتمنى له التوفيق. أعتقد أنه مدرب ممتاز، مدرب رائع، وأعتقد أنه قد يعود مع الوقت بتشيلسي إلى مكانه الطبيعي، ولكن هناك بعض الصعوبات من وجهة نظري. الفريق تشيلسي يحتاج بعض اللعيبه من اجل تدعيم الفريق فنيا من اجل عوده تشيلسي الى مكانه الطبيعي. من وجهه نظري اعتقد توماس توخيل هو المدرب المناسب في الوقت الحالي لتشيلسي، وكما ذكرت حضرتك هو خليفه يورجن كلوب او تلميذ يورجن كلوب، ولكن الأهم هنا السرعة في عودة تشيلسي إلى مكانه الطبيعي. هذا هو عامل وقت كما وضحت لحضرتك. بمجرد الإعلان عن تولي المسؤولية الفنية لتشيلسي ظهرت بعض التقارير والأخبار والأنباء اللي بتتكلم عن رغبته ومطالبته لإدارة النادي باستخدام مهاجم بروسيا دورتموند الواعد هالاند. إيه صحة هذه الأخبار من وجهة نظرك؟ هالاند هو لاعب رائع ممتاز، ما زال صغير في السن 20 سنة. هالاند هو لاعب رائع مهم جدا، أعتقد أن تشيلسي فعلا يتحدثون عن هالاند وعن أهميته للفريق، ولكن دعني أذكر لك أن هالاند يمتد عقده إلى 2024، ولابد على تشيلسي أن يدفع 120 مليون يورو من أجل خطف هالاند، ولكن ما لا أعتقد أن يكون هذا في هذا الصيف بسبب فيروس كورونا والأزمة الكبرى التي أحدثتها أزمة كورونا للفرق أجمعين. مارتن فولكمر الصحفي بشبكة فوكس الألمانية، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. ده كان
يمكن حوار أجرينات اتكلمنا فيه عن استعدادات بقى البطل الألماني، اهتمام الجمهور في ألمانيا بمشاركة البايرن، وأيضا تغطية وسائل الإعلام في ألمانيا لمشاركة بطل أوروبا في مونديال الأندية.